للفرعون أنقي وأبنها الملك تهراقا، والتي كانت العائلة الوحيدة التي ذكرت على امتداد التاريخ، والتي ذكرت في العهد القديم كانت هنا في أرض السودان. تذهب إلى حاضرة العلم فتجد كلية غردون جامعة الخرطوم التي تأسست قبل 120 عاما وهي تنثر العلم أجيالا وأجيال، ومنها تجد أسلوب السهل الممتنع الطيب صالح صاحب موسم الهجرة إلى الشمال، ودومة وتحامد ومريود وفي صحبة المتنبي، وتجد بعد ذلك شروح أبو العلوم الذي لم يأخذ حقه حيث من عام ولسان العرب بل معجزة الألسنة الطيب عبد الله أبو العلوم، وتجد بعد ذلك الفن المسكر في الألحان حتى السودانية والغنائية إذا ما تطرقت للفن السوداني بين محمد وردي ومصطفى سيد أحمد صاحب الحسن النبيل وأحمد المصطفى صاحب الجمال والحب في بلادي، وبين الطنبور في الشمال وأمبو والدوبيت، وبين أشعار الحلنقي ودريس جماع والبا حمد سامي البارودي الذي نشأ في أرض بربر السودان، والتجاني يوسف بشير والقدال والفيتوري، وتجد امتدادا عريقا تاريخيا لأرض إلى الآن لم تأخذ حقها من التاريخ، وكما ذكرت هي موطن التاريخ وخزانة التاريخ والأهم في إنسانها الفريد والمتفرد. هذا جزء وشيء لا يذكر من السودان ومن عظمة السودان. أيها الكرام، هنا في الديربي الذي يمثل جزءا من عظمة السودان، شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في شوط أعتقد فنيا لم يرقى للمستوى المأمول على صعيد مباريات الديربي. الشوط الثاني يبدأ في المباراة التي يحتاج فيها الهلال ولا سبيل إلا الانتصار والموت من أجل الانتصار بالنسبة لأصحاب الدار وأصحاب الأرض، بينما المريخ كذلك الإحياء أماله وكذلك حالة أفضل من الهلال، لكن أيضا الانتصار في ظل صحوة الأهلي وصدارة صن داونز. تشكيلة الفريقين أيها الأحباب، لدينا المريخ يدخل هذه المباراة بمحمد المصطفى حراسة المرمى، خط الدفاع بخيت خميس كرشوم داوود.